وصلنا دلوقتي لفقرتها الإخبارية اللي هنناقش فيها أهم الأخبار، المقالات، الحوارات والتحقيقات المتنوعة من الصحف والمواقع الإلكترونية. بيسعدني أن يكون معانا النهاردة دكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية. دكتور طارق منورنا وبنتعلم منك دايما. فندم تفضلي فندم. هنبتدي جولتنا الإخبارية النهاردة. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة وقدم التهنئة للشعب المصري وأبنائه من رجال القوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر. تناول الاجتماع مناقشة مهام القوات المسلحة وجهودها في حماية ركائز الأمن القومي المصري على كافة الاتجاهات الاستراتيجية بالتعاون والتنسيق مع مؤسسات الدولة. كما قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، يرافقه الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر. وعزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد في تقليد عسكري عريق وفاء لشهداء مصر الأبرار. ثم قام السيد الرئيس بوضع إكليل من الزهور على قبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات وقراءة الفاتحة ترحما على روحه الطاهرة ومصافحة عدد من أفراد أسرته. كما صافح سيادته عددا من كبار قادة القوات المسلحة وكبار رجال الدولة. ثم توجه بعد ذلك السيد الرئيس إلى قبر الزعيم الراحل جمال عبد الناصر بكبري القبة، حيث قام بوضع إكليل الزهور وقراءة الفاتحة على روحه الطاهرة. دكتور طارق، يعني ده تقليد دايما موجود في 6 أكتوبر وبنحتفل بيه، واحنا بنحتفل النهاردة أو هذه الأيام بمرور 49 سنة على نصر أكتوبر العظيم. الاجتماع دايما السيد الرئيس مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة العسكريين، وفي كلمة مهمة جدا وأنا عارف أن حضرتك يعني في الحتة دي عندك معلومات كتيرة، إن الرئيس أكد على جهود القوات المسلحة في حماية ركائز الأمن القومي المصري على كافة الاتجاهات الاستراتيجية. صحيح. يمكن المواطن لما بنتكلم على القوات المسلحة بنتكلم على الاتجاهات الاستراتيجية، هو كله في دماغه إنه بنتكلم على الحدود، حرب، تسليح، لكن الاتجاهات الاستراتيجية ممكن تاخد معنى أعمق وأكبر من كده. لو حضرتك يعني خلينا أقول أنه طبعا هو تقليد بالفعل يعني تاريخي في داخل المؤسسة العسكرية في هذه التوقيتات، لكن ربما في رسالتين من قيام السيد الرئيس بهذا الأمر. أول رسالة هو أنه طبعا تهنئة القوات المسلحة، لأنه القوات المسلحة تحتل مساحة كبيرة من عقول وقلوب وعقول المصريين بصورة كبيرة. وخلي بال حضرتك التطوير اللي حصل في القوات المسلحة خلال السنوات الأخيرة للأمانة، وإحنا قريبين فيها، أنا بدرس في أكاديمية ناصر العلوم العسكرية من سنوات طويلة، فإحنا قريبين من اللي إحنا بنشوفه في القوات المسلحة. النهاردة القوات المسلحة بتأدي دور وطني تاريخي، هيجي يوم ربما الناس شافوا ده في مرحلة ما بعد ثورة 30 يونيو، لكن أنا عايز أقول مش القضية فقط الثورة، لكن هي الدور الوطني اللي بتقوم به القوات المسلحة في تنمية وبناء القدرات المصرية. الدور ده مهم جدا، مش في مجرد المشاركة في المشروعات فقط كمان يعني، إنما في حماية الوطن. الركائز الرئيسية اللي احنا بنتحرك عليها والمحاور مش مجرد فقط حدود، احنا بنتكلم في الدور الجديد للقوات المسلحة، وده دور النهاردة دور تنموي. نعم. في جزء منه مرتبط طبعا بدور دورها العسكري، ولكن أيضا دورها التنموي في بناء الوطن في هذا التوقيت. ده مش كلام إنشائي، لأنه ده كلام مرتبط بالدور الحقيقي للقوات المسلحة النهاردة في بناء الدولة المصرية، في بناء الجمهورية الجديدة، في جزء مش مرتبط فقط بالمشروعات الكبرى في الدولة في هذا التوقيت فقط. النهاردة إعداد الضابط بيختلف، إعداد القادة العسكريين داخل المؤسسة العسكرية مختلف تماما. النهاردة أنت قدام ضابط عصري، بتشوفي هذا الضابط في تطوير طبعا في الحصول على الشهادات، النهاردة بياخد بكالوريوس في الاقتصاد، في العلوم السياسية، بياخد في العلوم الاستراتيجية، بيتم بنية فكرية مختلفة لضابط القوات المسلحة ليليق بالدولة المصرية في هذا التوقيت. سيادة الرئيس ادى توجيهات خلال الفترة الأخيرة بهذا الأمر وتم تقنينه، وأصبح النهاردة
في ترابط ما بين المؤسسة التعليمية والجامعات المصرية وبين الكليات العسكرية وأكاديمية ناصر، والارتباط العسكري كان واضح قوي فيها. وسيادة الرئيس بيرسي مفهوم الانتماء للوطن. إن النهاردة أنا بزور رئيس السادات، بزور قبر رئيس السادات وقبر الرئيس جمال عبد الناصر، في إشارة مهمة إن مصر لا تنسى أبنائها، صاحب قرار النصر، ودور طبعا رئيس عبد الناصر في هذا الأمر مهم قوي. طيب أنا بس عايزة، علشان اليومين دول إحنا عايشين فترة كده يعني خلاص، هي عدت مرحلة الضبابية ومرحلة الرمادية ومراحل كتيرة، هي مرحلة غريبة كده العالم كله عايش فيها. هذا الدور التنموي للقوات المسلحة، ويمكن ناس كتيرة بنشوف حضرتك وبتشوف انتقادات وده، لكن تنمية الدولة وتنمية المواطن المصري من خلال مشاريع قومية، وعارفين النتيجة من خلال هذه المشاريع القومية لما بتبقى يعني بإشراف وتحت إيدين القوات المسلحة، ده أمن قومي؟ أمن قومي من 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 الطراز الأول. إحنا نعم. بنتكلم في نقطة مهمة، هو مش الدور التنموي فقط وإنما هو بناء الوطن. النهاردة هذه المؤسسة لها قيم، قيم الانضباط، قيم النظام. القضية مش ده عسكري وده مدني، احنا بنتكلم ان احنا واحنا بنبني هذا البلد في هذا التوقيت ليس امامنا خيارات اخرى، ما عندناش رفاهة التفكير. فالقوات المسلحة بتأدي دورها ايمانا بالدور اللي هي بتعمله، انطلاقا من امور كتيرة قوي. لو بنتكلم في البعد السياسي والدستور، فالدستور قنن وضع دور القوات المسلحة في حماية الوطن وحماية ركائز الأمن القومي المصري. الجزء العسكري شيء، والجزء التنموي في بناء الدولة المصرية شيء آخر. النهاردة زي ما قلت لحضرتكم في تطوير شامل في بنية القوات المسلحة، بعيدا عن تصنيف القوات المسلحة. يعني احنا التقرير الدولي الوحيد اللي بناخد فيه درجة دولية ومكانة دولية هي القوات المسلحة، مع احترامنا لكل التقارير الدولية اللي بتصدر في مناطق، ولكن احنا النهاردة من حيث الترتيب، من حيث الاستعداد، من حيث دراسة المحاور، قراءة المخاطر، النهاردة والتعامل مع التهديدات الخاصة بالأمن القومي. حضرتك بتكلمي على محاور الدولة المصرية وارتكازاتها، القضية مش حدودنا مع ليبيا أو الجنوب أو مهددات الأمن القومي، ففي قراءة واعية لدى القوات المسلحة بهذا. أعتقد ده جزء مهم جدا وإحنا فخورين بهذا طبعا. صحيح، إحنا كنا من زمان، أنا دايما الشعار يد تبني ويد تحمل السلاح، بالتأكيد يعني بالتأكيد. كلنا تربينا يعني على الشعار ده، يعني صحيح. يفتخر بيه كل مواطن مصري النهاردة فيما يجري في القوات المسلحة طبعا من دور. طيب عايز اروح بقى لموضوع اخر، وموضوع اللي هنتكلم فيه هو الحوار الوطني. عقد المقررون والمقررون المساعدون للمحاور الرئيسيه واللجان الفرعيه بالحوار الوطني اليوم يوم الاثنين 3 اكتوبر 2022، اولى اجتماعاتهم بمقر الاكاديميه الوطنيه للتدريب وبحضور رئيس الامانه الفنيه للحوار الوطني المستشار محمود فوزي وجميع اعضاء الامانه الفنيه. شهد الاجتماع عرض المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية الإطار الزمني وما توصل إليه الحوار الوطني خلال الفترة الماضية من خلال 8 اجتماعات لمجلس أمناء الحوار الوطني. توافق خلالها أعضاء المجلس على صياغة اللوائح المنظمة للحوار وإنشاء 3 محاور رئيسية: المحور السياسي، المحور الاقتصادي، والمحور المجتمعي، وإنشاء 19 لجنة فرعية بكل المحاور، وكذلك دور المقررين والمقررين المساعدين باللجان الفرعية المختلفة من إعداد وتجهيز الجلسات وإجراء وإدارة الجلسات وصياغة المخرجات. يعني تفاصيل الاجتماع ده والرسالة اللي ممكن يوجهوها إيه؟ لأنه الحوار الوطني إحنا بقالنا كتير بنسمع عليه، بس هو الناس دايما تقولك إيه، وإحنا دارينين حاجة على الحوار الوطني، يقولهم يا جماعة ده لسه ما ابتداش. يعني دايما لما حد يقولي إيه هو الحوار الوطني اللي أنتوا بتتكلموا عليه ده حصل فيه وإحنا عارفين عنه حاجة، قولهم هو ابتدى عشان نقول تتكلموا كده. الناس معتقدة إنه الحوار الوطني ابتدى. خلينا اقول بس اميز بين حاجتين، لان حضرتك بتقولي نقطه شائكه وفعلا احنا بنسمعها كتير سواء في الجامعه او بره او في الناس البسيطه. يعني الاجراء شيء وما سوف يتم شيء اخر. حتى الان احنا في مرحله اجرائيه، في جزء من هذا الاجرائي احنا قلنا ان يا جماعه نسرع بعض الاجراءات الخاصه بعمل اللجان، ما بين التشكيل وما بين اللجان اخذنا عده اشهر. نعم، هنبدا نتكلم بعد كده حضرتك في المحاور الرئيسيه. احنا عندنا استبشار، انا يعني امين مع حضرتك في هذا الكلام والراي العام الجمهور،
ان هناك اسماء كبيره مهمه جدا، انا مش عايز اقف قدام اسماء معينه، لكن الاسماء اللي هي موجوده يعني قديره وقادره على اخراج شكل الحوار بشكل جيد. المطلوب ايه؟ في توجيه من سياده الرئيس قبل ان نبدا الحوار بنقطه مهمه جدا، وهو ان يبقى الجميع مشارك، وتبقى فيه في النهايه وثيقه عمل نهائيه هتبقى في شكل محاور وتوصيات معينه. وسياده الرئيس وعد انه هيحضر بعض الجلسات قبل ان تنتهي هذه اللجان. هذه الفكره وهذا الهدف المهم من القياده السياسيه يجب ان يترجم. ترجمته واحد، ان احنا لابد ان نسرع اجرائيا، بمعنى احنا مش هناخدش وقت كتير في عمليات التشكيل والتفريع. الامر الاخر انا مش عايز الاداه البيروقراطيه 19 لجنه و20 لجنه، عايزين نمشي بسرعه اعطي للجمهور او الراي العام بعض النقاط اللي هو عايزها. في رغبه من الناس ان احنا نسرع بعض الخطوات. سياده الرئيس دعا الى فكره المؤتمر الاقتصادي. فكره المؤتمر الاقتصادي فكره أنا في تقديري، وأنا يمكن قلت هنا مرة مع حضرتك، أنا كأستاذ سياسة أتمنى يكون الاقتصاد هو رقم واحد وليس السياسة. النهاردة في أولويات للحوار، لازم الناس اللي بتقعد تفكر ننقل بقى من إن إحنا كمنظرين وأساس السياسة وكلام بنقوله في الجامعة على أرض الواقع. أرض الواقع بيقول إن إحنا في أولويات للحوار، الملف الاقتصادي يجب أن يكون على رأس الأولويات وليس الحديث في ملفات أخرى. الملفات الأخرى تناقش وهي أيضا مهمة، لكن الأولوية لإيه؟ للموضوعات الاقتصادية. أنا عايز أزيل حالة الاحتقان اللي موجودة في بعض القطاعات الاقتصادية، أنا عايز أرتب أولوياتي. عشان كده سيادة الرئيس دعا للمؤتمر الاقتصادي. طب إيه علاقة المؤتمر الاقتصادي بالحوار؟ أنا في تقدير الاتنين هيكملوا بعض، لأن في محور اقتصادي وفي يعني مجموعة كبيرة نستبشر بها خيرا في الحوار. المؤتمر الاقتصادي أتمنى أن يحط أجندة عمل متكاملة ويشارك فيها الجميع وكافة الشخصيات من مدارس اقتصادية متعددة. عم تكلمي على المدرسة الليبرالية، المدرسة للشراكات التعاونية، بتكلمي على ما يبقاش كله مرتبط بالفكر الليبرالي والاقتصاد الرأسمالي. يعني خلينا بتكلم أنا بصراحة أستاذة رشا، يعني أنا عايز النهاردة أعمل ترابط ما بين المؤتمر الاقتصادي اللي سيادة الرئيس دعا إليه بأجندة حوار بقضايا ذات أولوية بنقاط مهمة، ويشارك فيه رجال أعمال، ورجال الأعمال لهم رؤية والأكاديميين لهم رؤية والدولة لها رؤية. نقدر نعمل ده في توافقات عشان نطلع بتوصيات للمؤتمر الاقتصادي. السيد الرئيس ادى توجيه بده، المؤتمر هينعقد نهاية الشهر، فمهم جدا من 23 ل 25 بالظبط، فهيبقى في أولوية لده. الحوار الوطني هيكمل الخطوة، لازم يبقى في آلية ترابط ما بين الجانبين. الأهم في إيه بقى؟ أنا بقول إنه لازم عندك أولويات. أنا مش عايز وتملي أنا أقول ده إن إحنا مش عايزين نقعد نحول الكلام إلى مكلمة، لا، سيادتك جاية تشاركي كحزب، اعملي لي ورقة سياسات، قولي لي عايزة إيه في النظام الانتخابي، عايزة إيه في التعددات السياسية، عايزة تطور الأحزاب في إيه، فجاية لي مش هتقعد نقعد نتكلم، أنا عايزة أترجم ده إلى أوراق سياسات، أوراق سياسات موضوعة. في الآخر أنا وحضرتك والجميع هنقعد نصيغ ده في رؤية ومقاربة واحدة ترفع لرئيس الدولة، وبالتالي خلينا نستبشر خير. وأنا من الناس اللي بتستبشر بالأسماء، الأسماء كبيرة جدا، يعني أنت حاطة في المحور السياسي الدكتور علي الدين هلال، نعم. حتى الدكتور أحمد جلال في الاقتصاد، يعني في أمور وحتى مستشارين للحوار، ففي فرصة جيدة إن احنا نخرج بوثيقة عمل، وثيقة عمل حقيقية. لكن خليني أقول إن المواطن مش مطلوب النهاردة يقول أنا عايز الحوار، لازم ينعكس على حياته. ما هو المواطن هيتفاعل مع سيادتك في إيه حضرتك أستاذة رشا؟ لازم يعني تنعكس قضايا الحوار على المواطن البسيط. لكن أنا بقول النهاردة إيه الأولويات في إيه؟ أنا مش هقعد أكلمه في النظام الانتخابي والتعددية السياسية والليبرالية الديمقراطية، والمواطن عايز إجراءات، عايز ما يسهل له حياته. فبالتالي الأولوية للاقتصاد والاستثمار، وإن إحنا يبقى عندنا فرص ونتكلم في السياسة في درجة تالية. والمحور طبعا الاجتماعي أيضا مهم بطبيعة الحال. دكتور طارق، يعني خلينا صراحة، يعني فضل يعني هل من الواجب أنه دلوقتي نصارح الناس ونصارح العالم كله؟ نحن كل دولة بتعمل كده دلوقتي، نحن في اقتصاد حرب، يعني هي في حرب دائرة يعني في العالم، سواء بقى حرب تجارية، حرب سياسية، حرب وليها انعكاسات على كل دول العالم. فأعتقد أنه الفترة الجاية حتى يخرج العالم
من حالة التضخم وحالة الركود اللي حصلة والحرب مش معروف لغاية دلوقتي هتنتهي امتى. هل يجب ان نصارح الجميع؟ وان انا بتكلم على المواطن انا ده تمام. نحن في اقتصاد حرب. خليني اقول يعني رسالة مهمة قوي، هو في ارتدادات للحرب الروسية الاوكرانية ولسه العالم في حالة من عدم الاستقرار، ده انعكس على كل دول العالم ومصر جزء من العالم، احنا مش عايشين في فضاء لوحدنا، لكن احنا بنتكلم في هذه الارتدادات مهمة ان المواطن العادي يعرف ان في تأثير كبير. صحيح انا ببث رسائل امل للمواطن، صحيح ان انا بقول له انه ما عندوش مشكلة، بالفعل في دول أوروبية بتعاني من عدم توفر السلع، في مصر لا توجد المشاكل دي بصورة أو بأخرى. يعني حضرتك قوليلي إيه اللي نقص في الأسواق المصرية، ما تقوليليش بقى السعر ونتكلم في السعر، ده أداء وسلوكيات مرتبطة بالأجهزة اللي بتحمي المواطن والمستهلك والأمور دي حاجة خاصة، لكن لا توجد مشكلة هيكلية حصلت أو معاناة من المواطن في ده. ده للأمانة يحسب للحكومة طبعا، يحسب لصانع القرار وهو بياخد القرار في الإجراءات دي كلها. طبعا انا لازم اسلم بحاجه، ان في بعض التحفظات من بعض رجال الاعمال، تحفظات على ايه؟ كانت هناك بعض الاخطاء ان صح تعبيري، وانا هنا بتكلم بصفتي الاكاديميه، في فتره رئيس مدير البنك المركزي والمحافظ كان بيعمل، وكان في خلاف في ما بين المدراء في الاداره وما الى ذلك، وقرارات الاستيراد واللي حضرتك عارفاه وامور كثيره جدا. استبشرنا خير بالتغيير، المجموعة اللي بتدير النهاردة مجموعة من 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 الناس المتميزة كلها، مش عايز أقول أسماء بقى عشان ربما يعني، لكن في جزء من ده للأمانة من أول المحافظ لفريق العمل اللي جواره ناس محترفة وعلى أعلى مستوى، يعني دول أفضل ما عندنا في مصر للأمانة. صحيح. تمام، يعني عندهم رؤية في مقاربة في استشراف في تعامل لكذا، وتلاقي الناس هتشتغل في هدوء، عايزين ده ينعكس على المواطن هتبقى فيه إجراءات. أما احنا رئيس الدولة قال إن احنا هنعمل مؤتمر اقتصادي، الهدف مؤتمر اقتصادي إيه؟ إن أنا بنتكلم مع بعض وبعدين هنخرج ببعض المخرجات، هذه المخرجات يتم التفاعل معها. أنا في تقديري الشخصي هو النهاردة كل ده يجب أن يعني تكون رسالته للمواطن. هتقولي لي إزاي؟ أولا لازم رئيس الحكومة يبقى في نوع من الشفافية والصراحة، والدكتور مدبولي بيعمل ده دلوقتي تقريبا أسبوعيا، إن الوزراء أجندة العمل ومهام العمل بيشتغل وفق رؤية جماعية، توجيهات سيادة الرئيس حتى الوزراء اللي تم تغييرهم إن إحنا بننفذ سياسات حكومة بصورة أو بأخرى. أنا مستبشر خير الدورة الجديدة بتاعت مجلس النواب يبقى فيها ده، يبقى فيها القضايا اللي هي تنعكس، مش عايز أطلع قوانين سريعة تمام عشان أقول هذه القوانين طلع، لا، القوانين اللي جان بتشتغل وفيها خبراء على أعلى مستوى، لازم أوائم بين كل ده حضرتك أستاذ رشا، ولازم حضرتك تقولي للمواطن إحنا جزء من كل الدولة بتشتغل بكفاءة كبيرة جدا، لكن ناقص ده. وأنا في تقديري الشخص كأكاديمي الحكومة عايزة تسوق تسويق سياسي. صحيح. لأن في شغل كبير جدا حصل في الدولة في كل القطاعات محتاجة، بس احنا مشكلتنا مشكلة تسويق، محتاجة تسويق سياسي. صحيح. محتاجة تقولي انت بلد مستقر آمن، عندي كل المقومات للانطلاق اقتصاديا، وده مهم جدا، انت عندك استقرار سياسي، عندك مؤسسات موجودة، عندك حركة وفعالية في المجتمع، كل ده نستثمره لصالح ايه؟ الدولة المصرية. طيب عايز انتقل بقى برضو قضية في غاية الأهمية. وزير الخارجية سامح شكري أكد هو ونظيره اليوناني نيكوس دينديدياز أمس الاثنين أن حكومة الوحدة المنتهية ولايتها في طرابلس لا تملك صلاحية إبرام أي اتفاقات دولية أو مذكرات تفاهم. جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه شكري أمس مع نظيره اليوناني، وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد بأن الوزيرين تناولا آخر تطورات العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية وفي مقدمتها مستجدات الملف الليبي. أوضح المتحدث باسم الخارجية أن الوزيرين اتفقا على استمرار التشاور بينهما إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك في إطار التنسيق المستمر بين البلدين. ده موضوع في غاية الخطورة. اتفضلي دكتور طارق. يعني معلش، يعني دلوقتي احنا عاملين نتكلم على الاستقرار الداخل الليبي، الوصول، وحضرتك اكيد عارف ما حدث في الفترة الماضية ما بين ومحاولة دخول طرابلس واللي حصل ما بين الدبيبة وبشاغة و الى اخره، لكن
الموضوع تطور، يعني هذا التحرك الأخير من حكومة الدبيبة الملتهية ولايتها والمتمركزة في طرابلس بهذا التوقيع مع ليبيا إنها يبقى ليها حق التنقيب في البحر المتوسط بدون الرجوع لدول الجوار، يعني كل بيعمل ترسيم حدود والدنيا بتبقى ليها رؤية واضحة يعني، وهي حكومة منتهية ولايتها. يعني احنا شايفين حتى الحقل اللي في لبنان الدنيا شغالة ازاي ما بين اسرائيل ولبنان، يعني فان حاجة زي كده يتم توقيعها بحكومة ليست شرعية. خليني اقول بس نقطة مهمة قوي، هو الالتفاف التركي اللي حصل بصورة او باخرى يعني ما كانش مفاجأة لينا، لانه الوفد اللي زار ليبيا امس، الوفد التركي الكبير اللي زار ليبيا كان امبارح، بيبعث رسالة مهمة انه الاتراك ما زالوا يتحركون في منطقة شرق المتوسط. طبعا لا تنسي ان القاهرة هي من نظمت الاستقرار في منطقة شرق المتوسط، اولا عملنا المنتدى، رسمنا حدودنا مع اليونان، رسمنا حدودنا مع قبرص، عملنا ترتيبات اقتصادية، ثم عملنا منظمة غاز المتوسط وفي لقاءات واتصالات تمت دخلتها اسرائيل ودخلتها كل الاطراف بصوره باخرى وفرنسا، وطبعا هناك دول مراقبين. نعم. فبالتالي رتبت انت الدنيا، مين اللي عمل ده في الاول؟ مصر. نعم. وليس اي دوله اخرى، يعني حتى في تحركاتنا واحنا بنعمل الترتيبات ده كان الهدف الحفاظ على موارد الدوله المصريه، ان احنا نبدا عمليات التنقيب ونعمل رسم الحدود. ده بيدي لحضرتك مزايا كتيره قوي في اعمال التنقيب وضبط المناطق المباشره، ومصر بذلت مجهودات كبيره. ما يزعج الاتراك جمله من الامور، ان القاهره وقفت في كل السيناريوهات المواجهه لتركيا في التحرك. اولا تركيا هي من جاءت الى مصر تطلب الاجراءات الاتصالات وما الى ذلك في جزء منها، وانا هنا بتكلم سياسي مش بتكلم امني واستراتيجي. وبطبيعه الحال ليه جت تركيا تتكلم مع مصر؟ وليه بدانا نفتح الملفات المباشره سواء جماعه الاخوان الارهابيه وكل السلوك التركي؟ انا عايز اقول لحضرتك حاجه استاذ رشا ولازم تبقى محسومه، احنا مش محتاجين شهادات حسن السير والسلوك من اي دوله، لا تركيا ولا امريكا ولا بتاع، يعني هذه الامور يجب ان تحسن. الدوله المصريه قويه، مؤسستها قويه وراسخه على الارض، وبالتالي مجمل الحركه المصريه في الاقليم وخارجه متاكد ده. 130 مليون دولار الولايات المتحده تخصمهم من المساعدات العسكريه لتاني سنه مش هنتهز، احنا تجاوزنا المرحله دي. الاتراك يقعدوا ينوروا معانا في اقليم شرق المتوسط وانه هنعمل كذا ونشيل كذا ونمشي قنوات ونعمل قنوات معاديه ومناهضه ونمشيهم. في الاول وفي الاخر ماذا تريد تركيا؟ اولا الوجود في ليبيا يمثل خط احمر مباشر، نحن من رسمنا الخط الاحمر، احنا ما حدث سياده الرئيس الخط الاحمر لا يجب ان يتجاوزه من سرت الى الجفره، هو كانت الرساله لسيادتك لا احد يقترب ولم يقترب احد. الخلاف هو ليبي ما بين الشرق والغرب، دور مصر ان نحن بنوفق، عملنا لقاءات واتصالات وعملنا لقاءات 5+5 ورتبنا، ومصر حاضره في قلب المشهد الليبي، مصر حاضره في قلب المشهد الليبي بما لها من مصداقيه. احنا بنتحرك مع كل الاطياف، لم نستبعد احد. اللحظه اللي خرج فيها الوزير سامح شكري في اجتماع الجامعه العربيه كانت الرساله مهمه انه احنا بنتكلم مع جهه، هذه الجهة يجب أن تمثل الشعب الليبي وأساس الشعب الليبي. نقطة من أول السطر، هذا الإجراء لا يرتب له أثرا قانونيا سواء في اتفاق أو عمليات تنقيب أو ما يليه سواء من تركيا أو غيره، هو أحد الأوراق اللي الأتراك بيتحركوا فيها، لكن إحنا يقظين لكل ما يجري. بطبيعة الحال هو إجراء غير مشروع ولن يرتب له أثرا قانونيا، مثلما كانت هناك اتفاقيات تركية سابقة تمت مع حكومة السراج وقبله كانت هناك تحركات تركية في هذا الأمر. أنا عايز أقول إحنا مصر مدركة لطبيعة التحركات مش التركية، الإقليمية والدولية في الملف الليبي. ليبيا أصبحت حضرتك شأن دولي وليس شأن عربي أو إقليمي، هناك قوة متنازعة عليها. الدولة الوحيدة اللي بتقرر لاعتبارات أمن قومي طبعا بالأساس إن إحنا بندعو الأطراف والأشقاء الليبيين إلى العودة إلى الخريطة السياسية وبناء استحقاق في مبعوث أممي جديد جاي إحنا بندعمه. رسالة قوية إن مصر بتدعم الاستقرار ودمج ليبيا الشرقية والغربية. مصر ما تقول المرتزقة يخرجوا أستاذة رشا، هذا ملف مهم. المرتزقة بيعملوا إيه؟ هتعملي عملية سياسية واستقرار سياسي إزاي وموجود عناصر إرهابية؟ القاهرة منفتحة على الجميع، ليس لدينا مشكلة مع أحد، لكن المشكلة إنه لن نسمح
كدولة مصرية باقتراب أي قوة مناوئة من حدودنا باعتبار دي قضية أمن قومي. نعم. والخط الأحمر نعم. سيادة الرئيس رسمه والجميع التزم به والجميع قبل به. أي حد هيخرج عن هذا الإطار هتبقى من مصر ليها قرار. بس هذه الخطوة دكتور طارق يعني لن تؤدي إلى هدوء الداخل الليبي. الداخل الليبي القرار في ليبيا للشعب الليبي وليس لتركيا أو فرنسا أو إيطاليا. نحن نقوم بدور الوسيط النزيه في عالم الآن أصبح غابة سياسية. طيب. بالتالي إحنا بنتكلم لأشقائنا في ليبيا إنه أي طرف تمام أي طرف من الطرفين عليهم أن يضعوا مهام ومصالح الشعب الليبي في الأول وفي الأساس. موضوع الاتفاقيات إنه تنقيب أو إقامة قاعدة عسكرية أو إقامة أي تموضع عسكري لأي قوات مش تركية فقط هذا سيؤدي إلى مزيد من تعقد المشهد المعقد أصلا. صحيح صحيح. طب عايزين بقى نروح لروسيا. تفضلي. عايزين نشوف إيه اللي بيحصل هناك. النواب الروس صادقوا أمس الاثنين بالإجماع على قانون ضم 4 مناطق يوكرانية بعدما أقره الرئيس فلاديمير بوتين وأثار إدانة دولية. وصوت أعضاء الدوما مجلس النواب جميعهم لصالح ضم منطقتي دوناتسك ولوغانسك شرق ومنطقتي خرسون وزابوروجيا جنوبا، ولم يتم تسجيل أي اعتراض أو امتناع عن التصويت. ووقع بوتين على معاهدة بضم هذه المناطق الأربعة خلال حفل كبير أقيم في الكرملين. من جانبه الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي هاجم المراسم التي أقامتها موسكو معلنا أن كييف لن تتفاوض مع روسيا ما دام بوتين رئيسها، وكشف أنه سيتقدم بطلب من أجل انضمام عاجل لبلاده إلى حلف شمال الأطلسي الناتو. تطورات في هذه القضية الروسية اليوكرانية تطورات سريعة. صحيح. وعايز أقول رغم الانضمام اللي حاصل طبعا دلوقتي المعلومات بقت كلها مضللة، خليني أقول سواء صحيح. من الجانب الروسي صحيح. أو من الجانب مفيش حاجة حقيقية بتحصل صحيح. يعني صحيح. يعني تلاقي حصل ضم 4 مناطق وبعدين روسيا انسحبت من منطقة ليمان وبعدين مش عارفة الحرب في خرسون الدنيا وجاء المشكلة إنه لما الرئيس بوتين اشرح لي يا دكتور طارق يعني لما الرئيس بوتين اعلن في الكرملين لما عمل الحفل ده انه مستعد للتفاوض وهو تفاوض قوي خلاص انا خدت اللي انا عايزه تعالى اقعد بقى معايا يعني صحيح تشخيص مباشر. زيلينسكي بقى اللي بيعمله بقى غريب جدا لانه لما قال طلب تقدم بطلب عاجل لانضمام للناتو الولايات المتحده قالت لك ايه انا ما اعرفش حاجه على الموضوع ده عملت فيها اطرش خليني اقول صحيح. ايه اللي بيحصل؟ عايز أقول حاجة في الأول عشان تملي إحنا حواراتنا بالنسبة لموضوع الأزمة الروسية بيبقى فيها رؤية استشرافية. أول حاجة المصادر المعلوماتية اللي الناس بتاخد منها أخبارها. في انحياز من الإعلام العربي دي ناخد من الإعلام الغربي، والإعلام الغربي فيه مش هقول مضلل لكن في رؤية أو مقاربة. عشان توازني لازم تسمعي وتشوفي على الجانب الروسي، والجانب الروسي ليهم مصادر كتيرة قوي مش قناة واحدة الناس كلها قاعدة بتتابعها، ده مش صحيح، ولديهم مراكز أبحاث كثيرة. التوازن يعمل لحضرتك ما أشرتي إليه. إحنا داخلين مرحلة جديدة في طبيعة الأزمة الروسية الأوكرانية، وبالتالي الناس لازم تهدى لأنه هذه مرحلة هتبقى مختلفة تماما شكلا ومضمونا عما سيجري. ضم المناطق الأربعة بداية جديدة للمواجهة الروسية الغربية مش الأوكرانية. ليه؟ لأنه حضرتك خلاص أصبحت هذه المناطق الأربعة وفق للقانون الروسي على المستوى الفيدرالية الكاملة إن إحنا بنتكلم على أراضي روسية. إذا تعرضت لأي هجوم هي تعرض لحلف الأطلنطي روسيا. وبالتالي الناس لازم تدرك إن إحنا داخلين مواجهة جديدة. الرئيس الروسي لديه إمكانية استخدام النووي عكس ما هو شائع مع احترامنا وتقديرنا لكل خبرائنا الاستراتيجيين. النووي مراحل. النووي مش ضربة نووية شاملة، أنت عندك 4 خيارات تقدر تشتغلي عليها بالنسبة لروسيا. إنه هو يقدر يبعت رسالة رمزية بضرب منطقة غير مأهولة ويقول أنا بدأت أحرك النووي بتاعي واستخدمته. هم عندهم 1900 راس نووي، 1900 راس نووي، ده روسيا تمام؟ وده تقارير دولية معترف بيها، تقرير سبري، تقرير ران، تقرير الاي ان اس اس، دي تقرير ما تعرفش روسيا وما تعرفش امريكا، هي بتجيب لنا الارقام والمؤشرات اللي بيشتغل عليها. اول سيناريو هو يقدر يضرب منطقة غير مأهولة يقول انا حركت واستخدمت النووي.
السيناريو الثاني ان هو يضرب منشاه ما فيهاش عدد كبير جدا من الجنود بس يقول ان انا استخدمتها وتبقى استهداف لمنطقه اوكرانيه. السيناريو الثالث يبدا يحرك قواعد عسكريه في المناطق التماس الاستراتيجيه ومحطات الاطلاق دون ان يستخدمها. زي الغواصه. الغواصه. تمام؟ ادي اول امبارح الغواصه اتحركت. يبدا يعمل قطع ويغيرها. طيب. السيناريو الرابع يوم جهنم زي ما احنا بنقول انه يبدا فعلا في توجيه ضربات وده طبعا مستبعد على الاقل في هذا التوقيت. الاقمار الصناعيه الغربيه بتنقل ساعه بساعه لحظه بلحظه، حتى الان لم ندخل في هذه المرحله. لكن الرئيس الروسي كما سيادتك شفتي الرئيس الفرنسي بيقول عليه ايه؟ بيقول لا تحاولوا ترقعوا هذا الرئيس. ممنوع ان احنا نزل روسيا بهذه الصوره. رسائل الرئيس الفرنسي مهمه جدا يجب الانتباه اليها، ان اذلال روسيا واذلال هذا الرئيس سيؤدي بالعقيده الروسيه الكامله للتحرك. القضيه مش رئيس روسيا او ان هو ماشي في خطه، روسيا يحكمها مجموعه جنرالات اسمهم الصقور الحديديه، دي مجموعه بتدير الاوضاع النهارده، وراهم تيار قوي اسمه تيار القوميين الروس. تيار القوميين الروس ده بيضغط على هذه المجموعه لاستخدام القوى العسكريه واعاده الهيبه والفضاء الروسي وتفاصيل كتيره مزعجه. ده قديروف الرئيس الشيشاني منهم بقى، لان هو طلع المجموعه الرئيسيه دي اللي الناس مش شايفاها هي دي اللي هتقرر مصير. اذا احنا مقبلين على ايه؟ واحد، لازم نعرف ان حلف الاطلنطي حلف منقسم، الان في حاله انقسام كبيره بين فرنسا والمانيا من جانب وباقي الدول من جانب اخر، وده يفسر لك ليه رئيس المستشار الالماني راح جولته في الخليج، الفرنسيين بيتحركوا، الموضوع مش ان احنا بنتكلم على خطوط غاز، النهارده في اعمال تخريبيه بتحصل في خطوط الغاز في اوروبا، فبالتالي الاوروبيين خايفين من الخيار صفر، ان احنا هندخل فيه مش في قضيه توفير الطاقه وامداداتها، لا، ان احنا داخلين في مواجهه. الحلف بيواجه مشكله، النهارده روسيا بتحيي فكره حلف وارسو من خلال منظمه معاهده الامن الجماعي، والنهارده بتتكلم في دور عسكري للحلف، فبالتالي هيبقى قدام حلف الاطلنطي حلف اخر موجود اصلا اسمه معاهده الامن الجماعي اللي روسيا بتقودها وبتضم اليها دول. في دول مترقبه لكل المشهد، زي مين؟ زي الهند، زي الصين، زي اليابان، كل دي دول مترقبه للمشهد بما يؤدي ليه. حضرتك بتشوفي كل شويه موضوع ازمه تايوان يطلع شويه ويهدى شويه. القضيه مش في ده، القضيه ان النهارده الامريكان مش مرتبكين عشان انتخابات تجديد النصف للكونجرس، لكن هم لديهم حساباتهم. النهارده الكونجرس صرف حوالي 12 مليار دولار اول امبارح، لكن لن يتم استخدامها في المسرح العمليات الا بعد نتائج الانتخابات وبعد المشرعين الامريكان اما يرجعوا يشوفوا. فالقضيه فيها تجاذب بين الجمهوريين والديمقراطيين. بس هي ما خلصتش. لسه ما خلصتش، ده انا بقول بتبدا، ده مرحله ثانيه بتبدا. صحيح. دكتور طارق فهمي استاذ العلوم السياسيه، انا بشكرك. شكرا لحضرتك الزرشة، والله يزوم سياحه حبيبي. مشاهدينا الكرام، بكده بتكون انتهت جولتنا الاخباريه، هروح لفاصل. بعد الفاصل عندنا موضوع مهم جدا، الاعلان رقم 16 لوزاره الاسكان، الاعلان ده فيه حاجات مهمه جدا هيستفيد منه ناس كتيره قوي، انتظرونا بعد الفاصل.